يقعد قاعد يفكر يبتدي الحلقة دي بإيه؟ طب يبتدي بأني وبلوة؟ يمسك الفساد ولا يمسك العبس؟ طب نهزر ولا نعيط؟ طب نتكلم ولا نرزع ولا نقول إيه؟ ما لقيتش حاجة أقولها غير البقاء لله في الكرة المصرية. الواحد هنا بقاله 4 سنين أقسم بالله ما شاف يوم عدل في الحيطة دي أو في إطار رزع محلي. بنحاول نصبر نفسنا، رحنا نهائي، رحنا كأس عالم قبلها، ولكن فرحة بجد أنت ما شفتش فرحة ولا هتشوف فرحة، وده اللي ببشرك بيه خلال ال10 سنين اللي جايين. الهم اللي احنا فيه بيتقال عليه ساعات هم يضحك وهم يبكي، وده هو حال الكرة المصرية في اخر 48 ساعة، سواء ان انت تخسر من منتخب مع كامل احترامنا ليه اسمه اثيوبيا، المحترف الوحيد اللي بيلعب في الدولة دي محترف في مصر، اما على الاطار التاني الجانب التخطيطي فبتقرر ان انت تلبس ليلتك كلها لإيهاب جلال، الرجل اللي عمل 4 تمرينات ولعب ماتشين، وفي النص بتتفاجئ ان النادي الاهلي بيعمل مؤتمر بيشرح فيه فضايح الاتحاد المصري يلبسهم الليلة، فالاتحاد بيرد الناحية التانية ان هو يغلوش على الموضوع ده بأي طريقة، فيطلع مكالمة طويلة مع الاعلام احمد موسى بيتكلم فيها جمال علام وبيتكلم فيها احمد مجاهد في يعني سيناريو تقدر تقول عليه يمثل الحالة اللي احنا واصلين فيها. كنت زمان في الحلقات بقول لكم احنا بعيد قوي، دلوقتي احب اقول لك ان احنا مش موجودين على الخريطة، انت يعني ما جيتش اصلا الامتحان ولا عندك حاجة تخش بيها اي حتة. خلينا رزيع نخش في الموضوع على طول، حلقة ما فيهاش ضحك كتير، حلقة ما فيهاش هزار كتير، ومش طالع التريق، انا طالع فعلا اقول لكم على البلاوي اللي الواحد شايفها واللي الواحد خلاص ابتدى يكتئب من الكرة المصرية ويقول حسبي الله ونعم الوكيل في يعني اي حاجة ليها علاقة بالمجال الكروي في مصر. وخش عم سعيد بالحلقة. اهلا بكم يا رزيع في حلقه جديده من حلقات رزع محلي، واعذروني النهارده حتى مش قادر ارقص، هرقص على خيبتي ولا ارقص على يعني فرحتي باللي بيحصل في الكوره المصريه. والسؤال ده الحقيقه هو الواحد عايز يساله، يعني مش جاي يشرحه لان مفيش حد يفهم اي حاجه، واللي فاهم حاجه يبقى كذاب على طول. وهنا السؤال ياتي هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ هو احنا وصلنا للمرحله دي من القرف؟ النهارده انت بتتفرج على حاله مزريه المنتخب ومع ذلك الواحد خرسان تماما، مع انك لو رجعت لبدايه القصه ورجعنا على نفس القعده دي بنفس الكرسي ده بنفس الترابيزه قلت لك يا عم انا مع بقاء كيروش، قلت لك يا عم انا مع الراجل ده لان الراجل ده مطلع من الفسيخ شربات، الراجل معاه منتخب عره، معاه لعيبه عره. يا جماعه مش بتكلم على المستوى اللي في الملعب اللي هم مش عايزين يقدموه، ولكن بكلمك على المستوى التفكيري المينتاليتي بتاعت اللعيبه دي، كم واحد يتعد كده على الصوابع هم اللي فيهم الامل، ومع ذلك الراجل كان بيحاول يطلع لك امل في المنتخب، وضحينا بكاس العالم وضحينا بكاس افريقيا، ولكن شفنا بوادر امل صغيره ممكن نبني عليها لقدام. الراجل ده اللي ابتدى يطلع لك عمر كمال وابتدى يوري لك عمر مرموش وابتدى يوريك عبد المنعم وابتدى يوصلك بجيل انت نفسك ما كنتش مقتنع ان هو هيكمل اكتر من دور الثمانيه وما كانش هيتاهل لكاس العالم اصلا. ومع ذلك في ناس اختلفت معايا وفي ناس اتفقت معايا وقالت لك لا، طب ايهاب جلال تم تعيينه، يا جماعه خرست خالص وقلت تمام، لان الكلام اللي اتقال وقتها ان ايهاب جلال جاي على تعيين تاسيسي. ايه التعيين التأسيسي؟ السيسي ده قالك جاي على اسس، بقى احنا بصينا على الهيكل اللي هو بيقدمه والكوره اللي هو بيقدمها والفكر اللي هو حطه، وده يواكب المنتخب المصري اللي هو ايه النصب اللي بيشتغل ده. بس تمام خلاص احنا هنسكت خالص، ايهاب جلال راجل محترم مدرب كبير وعمل شغل في الدوري المصري مع المقصه ودلوقتي اهو شغال مع بيراميدز، والراجل ليه وضعه ايا كان، وطول عمره بيحلم الراجل ده بتولي قياده منتخب مصر، والراجل ده شايف ان هو يعني الامل بالنسبه له في الحياه كلها، وانت قررت ان انت تروح تجيبه. تفاجئ على طول ان اللجنه او الاتحاد المصري اللي فيه 2 ليهم علاقه بالكوره ومسؤولين عن المنتخب المصري اللي هم محمد بركات وحازم امام، فيطلع يتقال لك اصل حازم امام وبركات مش موافقين وكانوا مش عايزين كروش يمشي وكانوا ضد تعيين ايهاب جلال. ده بيتقال في ظل وجود ايهاب جلال اول ما جه كده. طب انت ما خدتش براي الناس دي ليه؟ هل دول ما لهمش راي، ولا هل انت جايب الناس بتوع الكوره دول عشان يبقوا لجنه شرفيه، واحد من الاهلي واحد من الزمالك والخرى اللي احنا عايشين فيه ده طول حياتنا؟ قال لك لا مالكش دعوه، انت ايهاب جلال كويس وايهاب جلال
يا تمام. إيهاب جلال يا عيني كان حاسس بالفخ او بالخازوق اللي جاي له، قال لك ايه، طب يا جماعه ممكن ادرب بيراميدز والمنتخب مع بعض. ساعتها كلنا اتريقنا وكله طلع كوميكس، ويا عم انت فاكر وكارير مود، وانت فاكر نفسك زين الدين زيدان هتدرب باريس وفرنسا؟ ولكن الراجل كان قلبه حاسس، يعني عارف البلوى اللي هتحصل له، خصوصا ان مرتبه الكبير جدا في بيراميدز اعلى من المرتب اللي هو هياخده ويتقاضاه مع منتخب مصر. ولكن الراجل قرر لا خلاص، ده حلمي، انا هسيب الفلوس الكتير قوي واخد فلوس كتير بس واروح مع منتخب مصر ادرب، بدليل ان هو حابب ده، وده يحترم عليه بصراحه. ونخش على مباراه غينيا وتتفاجئ بالاداء الهزيل اللي لعبنا بيه، ويعني الواحد برضه سكت وخرس وقال لك يعني طبيعي يا جماعه، الراجل محتاج 7-8 ماتشات عشان تحكم عليه، سيبوه يمكن يقدم لنا السكسي فوتبول قدام، سيبوه يمكن هو اختياراته دلوقتي الامنه اللي اتكلمنا عليها، بدليل عمر جابر اللي قدم ماتش حلو الاولاني، ومحمود علاء في الماتش الثاني اللي بوظ الدنيا. ولكن الراجل قال لك انا بحاول اقرب من مدرسه كيروش عشان لسه بدري. ماشي يا عم ايهاب جلال، بس انت صح، وقال لك احنا لعبنا ماتش زي الزفت وانا شايف ده. تمام يا عم، خد وقتك. ثم ندخل على اللي بسميها النكسه، اثيوبيا 2-0 مع الرقفه، ان لم تكن 4-5 مرتاح قوي. اثيوبيا انت شايف انت وصلت المرحلة عاملة ازاي في كرة القدم، وهنا يعني ما تقدرش بقى تعفو حد من اللوم، انا لسه جاي لك للكبيرة قوي اللي هي ايه، الاتحاد والبلوى السودة دي. ولكن انا شايفه بس في نص البلاوي دي يا جماعة في اعفاء للعيبة كده من الموضوع ده، في كلام طبعا لإيهاب جلال ان هو راجل محسسني ان هو مش موجود خلال المباراة كلها، ولكن اللعيبة ايه يا جماعة، في ايه يا جماعة، ده احنا لو جمعنا 11 هنا من تحت البيت ورحنا اثيوبيا هنكسب، مش للدرجة ايه يا جماعة، القبح اللي انت مش عايز تلعب ده شيء، وان انت خسران ده شيء تاني، وتقول لك عيد لنا ماتش السنغال، مت سنغال ايه اللي تروح تلعبها؟ الحمد لله ان احنا طلعنا بضربات جزاء بشياكه كده من السنغال وما رحناش كاس العالم. اكلمك النهارده على حلاوه ابو جبل وخايف على الجل والكره، لا ما مش هاخدها في وشي، ولا اكلمك على محمود علاء ولا ايمن اشرف ولا عمر جابر، ولا اكلمك على مين ولا مين ولا مين، يعني مفيش حسنه واحد، مفيش واحد حسسني ان يعني في رجوله ب 5%. النهارده كان في شيء بايظ، الناس دي رافضه اللعب، النهارده اللعيبه دي رافضه احترام الجمهور اللي بيتفرج عليها، حتى تلعب قدام اثيوبيا تجيب كورنر، كورنر ده انجازك في بتلعب اثيوبيا في ملاوي، حتى مش في اثيوبيا، في نص جمهورها، يا خبر اسود عليا وعلى سنيني. ده احنا عملنا صحيح هجمه في الدقيقه 82، كل ده يعني تعديناه، وانا ما اتكلمتش حتى يا جماعه، لو خدتوا بالكم في ماتش اثيوبيا ده هقول ايه، هطلع يعني هقعد بقى اقول حاجات مش لطيفه، فقلت التزم الصمت واخرس خالص وهعدي الموضوع، ونشوف بلوتنا في امم افريقيا دي هتعدي ازاي، هنروحها ولا لا. ولكن جاءت المهزله، جاءت الصدمه، كلام الفيسبوك اللي هو يا جماعه هنقيل ايهاب جلال، وبنضحك وبتاع وكوميكس اللي هو حاجه مستحيله يعني تحصل، وايز تتفاجئ بتسريب في كل صحف مصر والاعلام ان تمت اقاله ايهاب جلال وهو رايح في الطياره عشان يلاعب منتخب كوريا المباراه الوديه اللي انت بتتفق عليها. ده على انهي اساس في الكون ممكن حاجه تحصل كده؟ هل انت حكمت على الراجل ده فعلا من خلال الماتشين؟ هل انت قاصد تهين الراجل ده، ولا هل انت بتتهرب من مؤتمر الخطيب اللي طلع فضحك فيه واتكلم على مشكله النهائي، والراجل طلع بارك لنادي الوداد وقال لهم الف مبروك البطوله، ولكن احنا بنوضح الموقف ان احنا قدمنا للاتحاد ان احنا عايزين نستضيف البطوله في المباراه النهائيه، وكلم الراجل ساعتها يعني جمال علام وقال له حضرتك يعني احنا محتاجين، قال له احنا خلاص الفاكس اتبعت وكل شيء تمام، فكلم هاني بوريدا الناحيه الثانيه اللي بقى مسؤول في الكاف واللي ليه علاقات كبيره جدا، قال له احنا بعتنا يا استاذ هاني، قال له مفيش حاجه حصلت. فلما رجع لجمال علام قال له حضرتك يعني بيقول مفيش حاجه اتبعتت، فمين فيكوا اللي صح، او بما معنى الكلام البلدي مين فيكوا اللي كذاب؟ قال له احنا الاثنين صح. وده وضع الكرة المصرية، هو الرد ده حد يفهم منه حاجة؟ مش تفهم منه حاجة. هل حد يقدر يقول انا غلطان، انا اسف ما قدمتش، انا اتنيلت؟ لا مفيش حد بيقول حاجة. ده نفس عارف تصريح ايه بالظبط؟ تصريح احمد مجاهد في لما اتسأل على كأس العالم للأندية والمنتخب المصري، هل حضرتك هيوصل المنتخب المصري النهائي والأهلي عايز يروح بلعبته؟ قال لك المنتخب المصري هيلعب والأهلي هيلعب بكامل لعيبته، وإن ما حصلش حاسبوني، حد حاسبه؟ ما هي تصريحات في الهبل، تصريحات في الهطل. والنهاردة طالع أحمد مجاهد بيتكلم إن هو انا الطيب، الجني الطيب اللي جاي بقى انقذكم ولو احتجتوا مساعده، وننسى البلاوي اللي احنا عشنا فيها معاه في السنين اللي فاتت، وننسى مشكله التسريبات اللي حصلت لكيروش اول ما الراجل خسر من نيجيريا في البطوله الافريقيه وطلع الموضوع بكل قله ادب وتسريب وبياخد كام، وده ما كانش صح ولا متفق عليه، واعتذرنا لكيروش وعدد الموقف والدنيا مشي عشان بنتاهل والدنيا اترمخت. فيجي استاذ جمال علام عشان بقول لك ايه، ما انا مش عارف الم منين بقى، الم على جمهور
الاهلي والخطيب ولا لم بقى على ايه على الازمه بتاعه المنتخب. فانا هقيل ايهاب جلال وهبتدي بقى اشوف مدربين اجانب. انتوا بتهرجوا ولا انتوا بتعملوا ايه؟ هو في عيال صغيره يا جماعه اللي ماسكه الكلام ده؟ الواحد يا جماعه يعني متلجلج في الكلام لان كل حاجه في مخي ما يصحش انها تتقال. يعني ده نوع من المخدر حد بيتعاطاه عشان يتصرف بهذه العشوائيه. النهارده لو بنتكلم بس على صيغه الراجل ايهاب جلال ده، يعني يعني والله العظيم ما صعبان عليا غيره بغض النظر عن الكره اللي بتموت دي. راجل في حاله وقاعد قال لك تعالى يا عم امسك منتخب مصر ماتشين وخلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك، مدى حياتك كارت واتحرق لايهاب جلال مع حلم حياته. طب الراجل ده يواجه عيلته ازاي وهو رايح قايل لهم انا مدرب منتخب مصر ورايح العب ماتش كوريا؟ والراجل ما يعرفش، الراجل واصل كوريا يا جماعه في الطياره بيشرب العصير وبياكل تشيكن ولا بيف، ما يعرفش ووصل انا ما لقيتش المدير الفني لمنتخب مصر شالوني. طب الراجل ده بعتوه ليه؟ بتمسخره بكرامته الارض ليه؟ الراجل ده قدام عياله ومراته واصحابه يعني موقفه ايه؟ طب يا سيدي وفر دولارات، وفر دولارات بدل ما انت باعت ايهاب جلال اللي انت هتقيله وباعت معاه 6 من اللجنه بتاعتك من الاتحاد من اصل 9 الى كوريا في ماتش ودي، رايحين يعملوا ايه؟ رايحين ياكلوا سوشي ولا رايحين دول يهببوا ايه؟ وتقول لك في الاخر اصل انا معيش دولارات. قال لك اصل كيروش لما مشي احنا كنا عايزينه يقعد، فلما مشي فقلنا هنجيب مدرب اجنبي فكلمت مسؤول الماليات مش المدير المالي حتى الكلام غريب. مدير الماليات ده ولا مسؤول الماليات قال لك معانا دولارات؟ قال لك والله ما عندناش دولارات. شوفوا بقى مدرب مصري نديله بالمصري، فجبنا ايهاب جلال بنديله 725,000. السؤال اللي اتساله مع احمد موسى وقال له لا انا ما اقدرش اقول ده، يعني ما يصحش ما اقدرش اقول ايهاب جلال بياخد كام. وبعد كده جملتين قال لك لا ده بياخد 725,000. ايه ده؟ ايه يا جماعه القرف ده؟ ايه الحياه اللي احنا عايشين فيها وبنتفرج عليها ده؟ هل ده فيلم كرتون؟ هل ده مثلا مقلب مثلا معمول في الكره المصريه لمده 10 سنين وهنطلع منه ونبقى تمام؟ لا، والمصيبه بقى يطلع يقول لك ايه انا خلاص عشان حازم امام وبركات كانوا متضايقين خليتهم يدوروا على مدرب اجنبي من المدرسه البلجيكيه. طيب ده حضرتك بقى عينك على حد يعني؟ يا راجل بلاش خراف بقى. مدرسه بلجيكيه ايه يا جماعه؟ مدرسه بلجيكيه ايه اللي انت بتقول عليها انا افضل؟ انت مين عشان تفضل؟ انا اسف. هو يا جماعه اصلا مين جمال علام عشان يمسك هذا المنصب ونشوف منه الكلام ده؟ النهارده لو الراجل ده قرر ان هو يقيل ايهاب جلال انت لازم تمشي، ما هو قرارك ده الفشل ده جاي منك. فانت لو شايف ان ايهاب جلال فشل فانت بالتاكيد الفاشل الاكبر. كيروش مشوب بتليفون قالوا له خلاص في الزوم ميتنج كيروش، فقال لهم خلاص 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 بلاش، او ما فاكرينه بس ايه كان عايز الشرط الجزائي او حاجه. قال لهم يا جماعه الموضوع ابسط من كده، مش عايزين انتوا الخسرانين. وبنتفرج حاليا على الراجل اللي الضحك بقى الاخبار دلوقتي، المرشح الاول لتدريب منتخب مصر هو كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي. لا احنا يا جماعة ايه فيلم عيد ده؟ اليوم عمال يتعاد تاني وبقابلني النهاردة كيروش ده لو ما كانش بيتفق معاك على 10 جنيه حقه يا رب يطلب منك النهاردة 15 جنيه. انت عرفت امتى يا باشا؟ مش مشيتني وشفت انت حضرتك المدرب المصري وفشل معاك في ماتشين؟ ادفع يا باشا ويا رب يطلب شرط جزائي ويا رب ما تعرف تجيبه اصلا. النهاردة انا مبسوط اني خسرت من اثيوبيا والله العظيم يا جماعة. بعد ما قعدت افكر كده بعد قهرتي الفيديوهات موجودة والرياكشنز موجودة، الحمد لله يا رب ان احنا ما رحناش كاس العالم، الحمد لله يا رب ان احنا ما كسبناش امم افريقيا عشان ما تفضلش الطرمخه دي موجوده، عشان ما نفضلش في حقن التنويم المغناطيسي واحنا تمام جدا والدنيا ماشيه وايه يلا بينا. النهارده تسمع عن مصيبه انا برضو ما اعرفش عشان ما بقاش بقول حاجه يعني دي انا مش متاكد منها، ولكن اشاعه ان في ورقه اتقدمت على الاتحاد المصري بتاريخ قديم ان احنا يا جماعه عشان موضوع الاهلي ده نلمه نمضي كلنا ان احنا عملنا وقدمنا وبتاع، ولكن ان الموضوع ده رفض من الاتحاد وبتاع والطرمخ برضو عليه. دي اشاعه من الاشاعات اللي طالعه ومفيش اشاعه هتطلع بدون يعني نار زي ما بيقولوا، الله اعلم، ولكن مش غريبه في ظل المصايب اللي انت بتتفرج عليه. تبص شمالك كده تلاقي في مشكله استاد القاهره في ماتش الكلاسيكو المصري الاهلي والزمالك، جه الاتحاد قال لك الماتش يا جماعه هيتلعب في استاد القاهره، فالرابطه دخلت قالت لك انت مالك؟ الموضوع ده يخصني انا حضرتك؟ لا ده ماتش الاهلي وماتش الزمالك اتلعب هيتلعب في ويس سلام، فلك ان تتخيل ان انت النهارده مش عارف الماتش هيتلعب فين والرابطه بتاعت الدوري بتتخانق مع الاتحاد محدش عارف حاجه. تبص طب فوق شويه تلاقي مرتضى منصور مع احمد دياب في تسريبات وفي شتائم مساخر في كل حته. النهارده تسال وزير الرياضه حضرتك فين من وضع الكره المصريه؟ فين التدخلات؟ يقول لك ما اقدرش اتدخل هنا، الفيفا تكلمني على طول يقول لك ده تدخل حكومي، وانا شخصيا ماليش في السياسه فما افهمش الاوضاع دي، ولكن ارجوك يا جماعه حد يتدخل، اللي يعرف يتدخل من اي جهه سياديه ينقذ الكره المصريه ارجوكم. النهارده انا اسف اني بقول كده، لازم المدربين المصريين يا جماعه يحصل معاهم وقفه
مع الاتحاد مش هنتعامل معاك. وكل المدربين اللي بيدربوا يا جماعه على المنتخبات حضرتك روح هات مدربين اوروبيين. واولهم واللي احترمته جدا خالد جلال اللي اتعرض عليه ايضا المنتخب الاولمبي قال لك شكرا يا حبيبي. هو انا عبيط ولا ايه واعمل نفس ايهاب جلال وانا خالد جلال؟ يعني مش هبقى لا. قال لك شكرا مع السلامه مش عايز حاجه. لان يا جماعه الاتحاد اللي بيعامل مدرب بهذه الاهانه وبيمشيه بعد ماتشين وبيخسره شغلانته ده ما يستحقش ان انت تتعامل معاه. لو هم مش مقدرين الفكره ومش عارفين يعني ايه احترام وبيستقلوا جدا بالموضوع انتوا كمان لازم تعرفوا تتعاملوا معاهم صح. النهارده الواحد بيسال نفسه طب ايهاب جلال ده هيروح كوريا انا اسف يعمل ايه؟ بس انا لو مكانه اقسم بالله اروح اعمل شوبينج اتصور مع سون بقى وانزل كده واتهرج واروح اكل سوشي. انا مش هدرب منتخب خلاص انا عقلت منه. والاقبح خلينا نمشيها الاقبح يقول لك ايه لا على فكره بعد بقى المكالمات بقى واللي احنا بندور بره على مدربين يقول لك ما تمتش اقالته. انا قلت لك ان هو وقرار رسمي ما طلعش حاجه بتفيد ده. طب حضرتك بكل بساطه قافل كومنتات السوشيال ميديا بتاعت الاتحاد ليه؟ في اتحاد في العالم بيعمل كده؟ في حد ما يستحملش وعارف قد ايه ان الشعب كله مش طايق قراراته كله موبخ فيه محدش طايقك؟ طب النهارده ايهاب جلال نزل يا سيدي نفترض الراجل طيب ونزل وبتاعه بدون ضغوطات وقدمنا سيكسي فوتبول وكسبنا المنتخب الكوري هتقعده؟ هتقول هو اقنعني بقى ما انت اقتنعت في ماتشين او اقتنعت في ماتش اثيوبيا انك تمشيه قعده بقى اقول له لا خليناك كمان ماتشين. ولا نعمل زي ما استاذ الفنان القدير نبيل حلفاوي برضه ليه تدخلات في الكوره الواحد ما بيفهمهاش ساعات لو بيتكلم بجد يعني الموضوع نجيب حسام حسن ماتشين كمان ما احنا جبنا ايهاب جلال ماتشين فنجيب حسام حسن ماتشين وبعد كده نشوف علي ماهر ماتشين ونعمل لجنه تشوف انهي ماتشين احلى. مش محتاج اقولها والله يعني الجمهور فاهم ان خلاص في حاجه مفروض اتشالت في المونتاج وخلاص. انا ما عنديش حاجه اقولها يا جماعه اللي كان مستنيني ان انا اقول حلول انا زهقت من الحلول. انا بقالي هنا 3 سنين بصيح على الكرسي ده وعلى المكان ده زي ما قلت لكم ما شفتش حاجه عدله ما شفتش حاجه مع المنتخب المصري في جانب الاطار الدولي او الافريقي فرحني بقالي 10 سنين. اكبر انجاز لينا فرحنا بيه هو تنظيم بطوله امم افريقيا في 2019 اللي احنا خرجنا منها من دور ال 16 من امام جنوب افريقيا ولكن عشان الدولة شاركت مع الاتحاد فطلع الموضوع بهذا الشكل اللي قلت انت عملت حاجة في الكرة الافريقية. بس يا جماعة انا مش بتكلم على الاتحاد دلوقتي انا بتكلم على كل من اتى في اتحاد الكرة المصرية في خلال السنين اللي فاتت كلهم فاسدين سواء يقصدوا سواء ما يقصدوه سواء عن جهل سواء عن عدم ارادة عدم مسؤولية الموضوع فيه فشل تام وانت رايح في داهية لو مش شايفين ده يبقى في حالة عمى دايرة في البلد. بنرجو يا جماعة اي مسؤول يقيل كل الناس دي نبتدي على نضيف نجيب شباب يا جماعه نجرب هو احنا في الاسامي اللي بنشوفها دي بقالنا سنين وسنين وايه اللي بيحصل؟ ما خلاص بقى يا جماعه ما جربنا وقلنا والخبره والقرف والهات والخد وهاني ابو ريده واحمد مجاهد وجمال علام ونرجع نلف وروح وكل اللي جه مش بقى يعني لا استثني احد زي ما قال احمد زكي وسلجادو اللي جه ما اعرفش جه ليه وفنجاده اللي موجود بيشرب معانا نسكافيه الصبح في الزمالك. يا جماعه كفايه ارجوكوا الناس يا جماعه ابتدت تكره ما يتعلق بالاطار الكروي في مصر كل النهارده واحد وده حقيقه وشيء يؤسفني. النهارده حلقات اوروبا وحلقات دوري الابطال والناس دي بقت مهتمه اكتر اصل مفيش حد عبيط هيشوف الكوره دي وبالحلاوه دي وباللي بيحصل بره ويجي يتفرج على المهزله دي والواحد متضايق ان احنا وصلنا لده. الواحد عايز يبقى ورا منتخب وورا نادي وعايز على طول يستمتع بالكوره لان مهما شفت بره وانت عندك كوره هتبقى مبسوط وده اللي كنا فيه زمان. الكوره كانت بره طول عمرها احسن 100 مره ولكن انت كنت شايف امل كان عندك حاجه بتبني عليها وكان عندك دايما انا هكون موجود في وسط الكبار. يا جماعه احنا في 2022 ولسه ما نعرفش الدوري بتاعنا بيبتدي امتى وبيخلص امتى وبيؤجل امتى واحنا اصلا في الكاس بتاع السنه دي ده بتاع الموسم 2022 ولا بنلعب كاس 2019 المؤجل وكاس السوبر اللي ليه علاقه بكاس العرب ليه علاقه بالامم الافريقيه فهيؤجل. بلاش قرف بقى وعبث بقى انا ما عنديش حلول يا جماعه انا تعبت من الصياح وتعبت من الكلام. قولوا لي انتوا لو شايفين اي امل في هذا الشكل لا قولوا لي اقتراحاتكم نفسي اعرف هل ممكن يكون حد عنده حلول فعلا لان انا الحاله عندي سودة خالص ومغيمه قدام عيني. لو اقتنعت بالكلام اعمل لايك لو ما اقتنعتش قول لي رايك تحت في الكومنتات اختلفت معايا في ايه واستنونا يا جماعه في الكوره اللي بجد في الكوره الحقيقيه في حلقات اوروبا اللي هنتكلم عليها في الانتقالات اللي هتجيلكم الاسبوع ده كل شيء هيكون موجود عندكم في القناه فافتح تنبيهاتك وخليك جاهز دايما وتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان تعرفوا كل ما يحدث خلف الكواليس وحاجات مختلفه دايما بتنزل لغير القناه وكفايه رزعه قوي لحد كده.